بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي طلاب الصف الرابع الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودرس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية والمواطنة، الدرس الثاني بعنوان التاريخ. التاريخ أبناء الطلاب هو دراسة الماضي للاستفادة منه في الحاضر والمستقبل، وهو معرفة المشاركين في الأحداث والأوقات التي عاشوا فيها وأعمالهم ومشاعرهم من خلال الزمان والمكان. إذن التاريخ دراسة الماضي كي أستفيد منه في الحاضر والمستقبل، وأيضا هو معرفة المشاركين في الأحداث والأوقات التي عاشوا فيها وأعمال المشاركين في الأحداث ومشاعرهم من خلال الزمان والمكان. إذن عندما ندرس التاريخ فإننا ندرس الناس والأحداث في الماضي. نأتي للنشاط الأول أبناء الطلاب. قال الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود: إن خدمة شعبنا واجبة علينا، لهذا فنحن نخدمه بعيوننا وقلوبنا. ما المعاني الذي نستنتجها؟ حرص الملك عبد العزيز على خدمة شعبه وتفانيه أو رعاية مواطنيه وتفانيه في خدمتهم بكل جهده. إذن المعاني الذي نستنتجها من مقولة الملك عبد العزيز: رعاية مواطنيه وتفانيه في خدمتهم بكل جهده. من يعمل في التاريخ أبناء الطلاب يسمى المؤرخ. إذن ما هو المؤرخ؟ الشخص الذي يدرس الماضي ويكتب عنه. المؤرخ أبناء الطلاب الشخص الذي يدرس الماضي ويكتب عنه. ماذا يدرس المؤرخ؟ يدرس الأحداث لمعرفة أدلة من الماضي. طيب، ما الأدلة التي يبحث عنها المؤرخ؟ لإثبات أن شيئا ما قد حدث. الآثار من الأدلة المهمة للتاريخ، لابد أن يبحث المؤرخ عن أثر. طيب، ما الأسئلة التي يشتمل عليها التاريخ؟ ماذا حدث؟ متى حدث كما أخذنا في الدرس الأول؟ من شارك في هذا الحدث أو هذه الموقعة أو هذه الحادثة؟ كيف حدث هذا الأمر أو هذه الحادثة أو هذه الموقعة؟ ولماذا حدث هذا الأمر أو حدثت هذه الموقعة؟ إذن أسئلة التاريخ: ماذا حدث؟ متى حدث؟ من شارك في الحدث يعني المشاركين في الحدث؟ كيف حدث؟ ولماذا حدث؟ وهذا يعود بنا أبناء الطلاب إلى التعريف الأول الذي قلناه سابقا: التاريخ هو دراسة الماضي للاستفادة منه في الحاضر والمستقبل ومعرفة المشاركين في الأحداث والأوقات التي عاشوا فيها. إذن المؤرخ شخص يدرس الماضي ويكتب عنه. يدرس المؤرخ الأحداث لمعرفة أدلة من الماضي. ما الأدلة التي يبحث عنها المؤرخ؟ لإثبات شيئا ما قد حدث. الآثار من الأدلة المهمة للتاريخ. طب، ما أسئلة التاريخ أبناء الطلاب؟ ماذا حدث؟ متى حدث؟ من شارك في هذا الحدث؟ كيف حدث هذا الأمر؟ ولماذا حدث؟ وما نتائج هذا الحدث أو هذا الأمر أو هذه الموقعة أو هذه المعركة؟ نأتي للنشاط الثاني أبناء الطلاب. يرتب الطلبة الكلمات الدالة على الزمن حسب الأقدم. عند الماضي، عند المستقبل، عند الحاضر. لو أردت أن أرتب حسب الأقدم، الأقدم ما سبق يسمى الماضي، ثم الوقت الذي نحن فيه يسمى الحاضر، ثم بعد ذلك المستقبل. يبقى لو أردنا أن نرتب الكلمات بالأرقام: الماضي رقم 1، الحاضر
يعني الوقت الذي نحن فيه الحاضر والماضي اللي هو ما سبق والمستقبل يعني بعدين. طيب أبناء الطلاب، أفخر أن وطني المملكة العربية السعودية هو العمق التاريخي والديني للعرب والمسلمين. لماذا؟ لأن وطني مهبط الوحي، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، ومكة المكرمة مدينة من مدن المملكة العربية السعودية. وأيضا عمق تاريخي وديني لأن بوطني قبلة المسلمين الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. وبالمملكة العربية السعودية مسجدان تشد لهما الرحال، أقدس بقاع الأرض، المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. النشاط الثالث أبناء الطلاب، كيف كان الناس يكتبون الأحداث التاريخية قديما؟ هناك عدة وسائل كان يكتب الناس فيها الأحداث التاريخية. كانوا يكتبون مثلا كما ترى في الصورة على الجلد، كانوا يكتبون على الورق، كانوا يكتبون على الخشب، كانوا ينقشون على الحجر. إذن الناس قديما كانوا يكتبون الأحداث التاريخية أربعة أشياء: كانوا يكتبون على الجلد، كانوا يكتبون على الأوراق أو الورق، كانوا يكتبون على الخشب، أو كانوا ينقشون على الحجر. النشاط الرابع، ماذا حدث؟ نجح الملك عبد العزيز في استرداد الرياض ومعه رجاله عام 1300 أو 1319 ليبدأ تأسيس المملكة العربية السعودية. إذن ماذا حدث في هذا التاريخ في عام 1319 كما ترى من العبارة: استرداد الرياض، ولا زيارة الرياض، ولا مغادرة الرياض، ولا بناء الرياض. نعم، استرداد الرياض. يبقى إذن نجح الملك عبد العزيز في هذا التاريخ عام 1319 في استرداد الرياض. طيب متى حدث أبناء الطلاب استرداد الرياض؟ التاريخ أمامك في العبارة التي قرأناها الآن، عام 1319 هجرية. طيب من شارك في الحدث؟ الملك عبد العزيز ورجاله. النشاط الخامس أبناء الطلاب، يحدد الطلبة أو الطلاب نوع الزمن الذي تعبر عنه الرسوم. هل الصورة أو الرسم يعبر عن الزمن الماضي، أو يعبر عن الحاضر، أو يعبر عن المستقبل؟ الصورة أمامك بناء حديث، هذا يدل على الحاضر، الوقت الذي نحن فيه. هنا من يقاتلون أو يحاربون بالخيول والسيوف والرماح، هذا كان في الماضي، لكن الآن بطائرات وصواريخ وإلى آخره. يبقى هنا هذه الصورة الثانية، الزمن الماضي. طيب أيضا صورة لبناء قديم، قصر قديم، يبقى ماضي. الصورة للرجل أو الشاب الذي يلبس الملابس الخليجية أو العربية، هذا في الزمن الإيه؟ في الزمن الحاضر. إذن تعرفنا في هذا الدرس الثاني على مفهوم التاريخ، وكيف كان الناس يكتبون الأحداث التاريخية قديما على الجلد أو على الورق أو على الخشب أو النقش على الحجر. المملكة العربية السعودية هي عمق تاريخي وديني للعرب والمسلمين، لأن فيها مهبط الوحي، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبها قبلة المسلمين الكعبة المشرفة. في التاريخ يا أبناء الطلاب، من يعمل بالتاريخ يسمى المؤرخ، وهو الشخص الذي يدرس الماضي ويكتب عنه. أيضا ندرس التاريخ أو التاريخ هو دراسة الماضي للاستفادة منه في الحاضر والمستقبل، ومعرفة المشاركين والأحداث والأوقات التي عاشوا فيها وأعمالهم ومشاعرهم من خلال الزمان
والمكان. بهذا نكون انتهينا من درسنا الثاني لهذا اليوم وهو التاريخ. أسأل الله لكم أبناء الطلاب التوفيق والنجاح والصحة والعافية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.